السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتي ديال سما صيا. كنتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، ويلقاكم هاد الفيديو سحول هنا. اليوم جبت لكم وصفه ديال المحينشات، ساهلين ماهلين، كيتصوبوا طريه بلا ورقه البسطيله. كنصوب العجينه في الدار وكيشوف فريمون مقرمشين بحال ورقه ديال البسطيله. نتمنى ان شاء الله هاد المحينشات ينالوا يعجبكم، وما تنساش لايك وبارطاج، وكذلك تدوي ابوني اي بوكاجاتهم ديما جديد. وتلقاو دابا باش نشوفوا الطريقه والمقادير اللي نحتاجو في هاد المحينشات هادو. اول حاجه في المحشيات كنصوبوا الحشوه. الحشوه غادي ندير حشوه فيجيتاريان، ما غاديش ندير فيه الحمى، غادي ندير فيه غير الفلفله وخزو مشلط، وكذلك البصله كذلك مشلطه. كنديرهم كاملين في لابوال، وغادي نزيد عليهم زيت العود مع شويه الملح، نديرهم يتشحر. تقدروا تضيفوا كذلك اللحم الا بغيتوا، ولكن انا فضلت ندير هاد المره غير هكا الخضر. كديرهم يتشحروا مزيان حتى كتشوفوا هذيك البصله وخزو الفلفله، المهم صافي تبانوا ما بقاوش هكاك واقفين. ومن بعد كنضيفوا عليهم البزار وشويه ديال الكمون، هادشي اللي كنتي انا في العطريه. تقدروا تضيفوا كذلك الصوجة، كيعطي مذاق زوين في هاد الحشوات هادو. ما تكونش ماشي ضروري، تقدروا ديروا كذلك ديك الضمه البنه حتى هي كتجي مزيانه. تقدروا كذلك تضيفوا الفخوماج، المهم اي حاجه اخرى. المهم انا فضلت ندير غير البصله وخزو وفلفله. المهم كتشحروا مزيان حتى كتشوفوا الخضره ديالنا شرب الماء مزيان، حيت ديك الماء هو اللي كيفزك الورقه. داكشي انا غادي نشحرها مزيان حتى كتنشف، ومن بعد كندخل على جنب. بما تبرد غادي نصوبوا العجينه. العجينه غادي نتحشو فيه دقيق فينو كيقول الحرش كذلك، وغادي نحتاجو الفرص. كندير تقريبا كاس ديال الفينو مع جوج تتات الكيسان ديال الفرص. دائما كندير الفرص اكثر من فينو. وفهاد العجينه ما كنحتاجوش فيه خميره، كندير فيها غير دقيق وملحه صافي. كنعجنو بالماء ما سخن، المهم نعجنو العجين ديالنا حتى ما كيبقاش كيلصق في اليدين، كيبقى مثل قاصح ما يكونش جاري. الا بغيتو كضاعف الكميه، الا بغيتو المحيشات بزاف، ولكن هاد الكميه اللي درتني تاعي اللي خرج لنا محيشات بزاف. ممكن كيما قلت لكم كندلكو مزيان العجين ديالنا حتى كنشوفو مبقاش كيلصق في اليدين وكيبقى العجين قاصح. ومن بعد كنديرو في سلوفان خير على جنب بما لي تبرد ديك الحشوه مزيان، خاصها تكون حشوه بارده ما تكون سخونه باش ما تقطعش لينا العجين. بعد ما ارتاحت تقريبا واحد 10 مينوت حتى 15 مينوت، دابا غادي نبداو نشكلو الحشه ديالنا. العجينه ما غاديش تخمر حيت ما فيش الخميره، غادي نخليها ترتاح كما قلت لكم بما تبرد الحشوه. تقدروا تعجنوا العجينه بالليل حتى الصباح تصوبوا هاد المحينشات. ومن بعد كنقسم العجينه، كندير فيها من كرات صغيورين حسب نتوما الحجم ديال المحينشات بغيتوا، واش بغيتوهم كبار ولا صغار. انا بغيتو غير صغيورين. تحاولوا تقطعوا هاد العجين ديالكم تقطعه واحده، بعد ما قطعناهم كنكوروهم نخوي على جنب ونغطو ماي بشي سلوفان باش هكا ما يتشقوش من الفوق.
ما كيحتاجوش الكيك ملي كنكوروهم، حيت اصلا العجينه قاصحه ماشي جاريه. ومن بعد كناخد الزيت كنخلطها مع شويه زبده ولا مانكارين، وغادي نبدا نسرح العجين ديالي. هي غادي تسرح لكم العجينه حيت العجينه ارتاحت ولا ترطبه، كنزوحها مزيان حتى كتولقي قانيت، كنكبروها مزيان. ومن بعد كناخد جره ديال البيتزا ولا موس كنقطعو على 4. ومن بعد كنحطو الحشوة ديالنا في الجنب الاخر، المهم جهة ديك الجنب اللي قدامنا الحاشية، وكما قلت لكم كنأكد عليكم خص الحشوة تكون باردة، حيت الا كانت سخونة ما غاديش تستقلي لكم هاد الحينشات. ومن بعد كنردو العجينة فوق من الحشوة وكنشكلو بحشكة ديال السيجار كما كتشوفوا دغيا. ومن بعد كندورو على شكل محنشات، هانتوما دغيا كتحطو الحشو في خطرة، دورو في خطرة وتحطو في الطاوة ديالكم. تقدرو تضيفو هاد المرحلة هادي فرماج كيما قلت لكم ولا الطون ولا فيرميسال، المهم اللي بغيتو. انا الحشوة اللي طيبت لي درت، نغيرو مرة نديرو حشوة مرة لحم مرة السمك مرة الخضر، طريقة سهلة ودغية. نستمر بالطريقة هذه حتى كنكملو كاع العجين ديالنا.
ومن بعد كنسدفوهم في لاطا، والفرن يكون سخن مزيان، وما نحتاجوش ندهنوهم من الفوق حيت اصلا قرصناهم في زيت وشوية زبدة، ده ما نحتاجوش ندهنوهم لا بالبيض لا بالزيت. كيما كنشكلوهم كنحطهم في لاطا ونخشيهم في الفران ديالنا اللي كيما قلت لكم سخون مزيان. ومن بعد ملي كتخرجوهم تقدروا ديرهم تاكلوهم في ديك الوقيته، ما بغيتوش كتاخذوهم وكدوهم في الفريغو حتى كتحتاجوهم. كيما كتهزهم من الفريغو كتخشهم ديك في الفران، ما كتخليهمش على برا حتى كيتلقوا. نتمنى ان شاء الله دي محين شات ينري عجبكم، وبعد تشكو بارتاج وبقدر لك جداد ادري ابوني نيو بروجرام ديما جديد. نتلقاو ان شاء الله في الوصفه القادمه ان شاء الله.